بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشبال حديث الساعه. تاجيل القمه ما بين الاهلي والزمالك يوم الثلاث اللي فات، تاجيل القمه بين الاهلي والزمالك يوم 15/10/2019، الحجه الدواعي الامنيه. المباراه كانت من المفروض انها تقام امبارح السبت 19/10/2019. امبارح صحيت 8 الصبح، بدات اترقب وتابع اليوم من اوله واشوف ايه هي الدواعي الامنيه اللي تستدعي تاجيل مباراه قمه ما بين الاهلي والزمالك. بالمناسبه مباراه الاهلي والزمالك مش مباراه في كره القدم، مش مجرد مباراه 90 دقيقه، ده هي عنوان الرياضه في مصر، بتتاخد منشتات في كل صحف العالم، في الوطن العربي وفي الخليج وفي أفريقيا، في العالم، العالم كله بيتكلم عن أهم ديربي موجود في كرة القدم، الأهلي والزمالك. امبارح الساعة 8 الصبح السبت ابتدت ملاعب الناشئين كلها في مصر بمباريات البراعم، البراعم مواليد 2010 و2009 و2008 و2007 و2006 وكان الجمعة 2005. جماهير كتير حضرت من أولياء الأمور، عدد كبير يفوق عدد الجماهير اللي بتحضر مباراة الأهلي والزمالك، وآخرها كان السوبر المصري الساعة 3 العصر. أيضا المناطق في كل محافظات مصر بتقيم مسابقة المناطق لمواليد 2000 و2002، وأيضا بطولات الجمهورية مواليد 99 و2001 و2003 و2004. ده كان الساعة 3 العصر. وأخيرا في نفس اليوم مباراة في الدوري الممتاز. ما شاء الله، يوم مش مر عادي في مصر، السبت 19/10/2019 ده كان يوم أكثر أمانا. من هنا فهمت أو تيقنت أو عرفت إن تأجيل مباراة الأهلي والزمالك ما كانش الدواعي أمنية، كان من الاتحاد المصري أو اللجنة الخماسية لإدارة الكرة رغبة لشخص. زي ما ناس كتير بتسأل بتقول فين الأخلاق وسط الرياضة؟ الرياضة اتعملت عشان الأخلاق، ليه الأخلاق بقت تايهة وسط الرياضة؟ الرياضة ما بقاش فيها أخلاق، بقت الأخلاق غريبة عن الرياضة. عايزين ترجعوا وتعرفوا السبب؟ هو نفس الشخص. تقريبا من حوالي 20 سنة وكان موجود الراحل العظيم الكابتن صالح سليم، توفاه الله، جه بعده الكابتن حسن حمدي. رحل الكابتن حسن حمدي وجه المهندس محمود طاهر، ورحل المهندس محمود طاهر ودلوقتي موجود الكابتن محمود الخطيب. والفتنة بتزيد بين الأهلي والزمالك من 20 سنة، والسبب برضو هو نفس الشخص. لو عايزين تستخدموا الدواعي الأمنية صح وتكون في محلها، حطوها ضد نفس الشخص، هتنقذوا جيل حالي وأجيال كتير جاية هي مصر. بعيد عن العشوائية اللي ضربت جدول مسابقة الدوري الممتاز، نروح للقطة المضيئة، اللقطة الحلوة، اللقطة المبهجة، اللقطة اللي بنحيي كل مسؤول عليها عشان يبعت رسالة أو يبعث رسالة إن مصر بلد الأمان. مسابقات الناشئين، مسابقات الناشئين اللي من أول يوم اتحطت من أول الموسم، مسابقات البراعم والمناطق الجمهورية، كل المباريات تتلعب في الساعة والدقيقة والثانية. بس خلي بالكم، مش ساعة زي ساعة الجنينة، ساعة تروح وساعة تيجي، ساعة الناس وبتقف عند ناس، بتمشي مع ناس وتقف عند ناس، لا، ساعة منتظمة. بحيي عليها المسؤولين في اتحاد الكرة، المسؤولين عن مسابقات الجمهورية، وأيضا المسؤولين في المناطق، المسؤولين عن بطولات البراعم وكمان المناطق. جدول اتحط من أول دقيقة الناس كلها ماشية عليها. اللقطة الحلوة
ان لما تشوف مباراه الاهلي والزمالك بتتلعب في الاسبوع الثاني. كان زمان بتتلعب في السويس، بياخدوا الفرقتين بعيد عن الجماهير وبعيد عن اي حد ويلعبوا في السويس. السنه دي اتلعب مباريات الاهلي والزمالك، اربع فرق من النادي الاهلي بيلعبوا في 100 عقبه. مره النادي الاهلي بيخسر، ومره بيتعادل، ومره بيكسب، والدنيا حلوه، وهي دي مصر بلد الامان. لما تشوف ملاعب البراعم وفيها عدد كبير من اولياء الامور في كل مناطق مصر، دي رسائل مهمه. رسائل مهمه بتبعت رساله امن ان مصر قادره انها تنظم اي مباراه واي بطوله. اتمنى الرساله اللي انا قلتها تكون وصلت للجميع ويفهمها الجميع.